مميزة جدا مع ضيف فقرتنا المميز دكتور محمد مقبل استشاري النساء والتوليد والعقم واطفال الانابيب، عضو الجمعيه البريطانيه لامراض الذكوره دبلومه المناظير بفرنسا، عضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. منورنا ومنور برنامج الطبيب، ودايما نسمع عنك النجاح اللي احنا طبعا بنسمعه عنك. العلاج الغلط ده بيرجع لايه؟ اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا اتكلمنا قبل كده كتير قوي ان اي انسان مهني لابد يعمل ابديت لنفسه يوميا، كل 48 ساعه العلم بيتغير، والعلم ده متغير ليس ثابت. حلو. في ادويه كتير قوي نزلت كانت واعده وعملوا بها احتفالات وكده واتسحبت من السوق على مستوى العالم لانها سببت مشاكل لا حصر لها. في علاج كان اسمه صليب مايد نزل اعتقد في السبعينات. أوكي. في المانيا، وكان مبهر جدا في علاج الصداع، كان روعه. الجيل ده كلته اللي في المانيا وبعض الدول اللي انتشر فيها الاجنة معظمها طلع مشوه. يعني قصد حضرتك ان في علاجات بتطلع وبعدين بتنزل وتعمل ابحاث وده ما فيش احسن منها ودي ودي ودي، وفي الاخر نتائجها وبعد التجربه تطلع ونشتغل تتسحب تاني من السوق. كل يوم بيحصل الموضوع ده معانا. صح. في ادويه كل يوم بتتسحب من السوق على مستوى العالم. مع ان كان في مؤتمرات وكلام وابحاث بتيجي بتثبت هذا. والابحاث كلها ما تاخديش بحث بواحد ولا اتنين ولا عشر، بحث كتير او متضارب. لابد يبقى انت عندك الخبره كدكتور في مجالنا، يبقى عندك خلفيه علميه قويه. مفيش واحد يضحك عليك، مفيش شركه ادويه تيجي تقول لك خلاص الدواء ده. يعني بيجيني شركات ادويه كتير قوي دلوقتي تقول لي خد العلاج ده 6-97% يحمله. يا رز احنا بندوخ علشان نوصل 60% تحمل. انت البرشام بتاعك ده حقيقه ده لسه واحد عامل لي بروموشن عندي لدواء بقول لي 97% من الستات اللي هتاخد علاج ده هتحمل. طب ليه بنعمل عمليات وبنعمل كلها؟ لو انت دكتور ضعيف او لسه بادئ او يعني بتسمع الابحاث اللي بيجيها لك ابحاث مضروبه او ابحاث مش صح، هو الراجل عملها بس هو اخطا فيها. ما تاخدش بيها والا مش هتبقى دكتور ناجح، هتلاقي نفسك. وانا شايف دلوقتي ان كتير قوي من المرضى بتطلع بكيس ادويه انا بستغرب، يعني ايش ادويه سيوله وايش ادويه اكسام مضاده ومش عارف في المجال بتاعنا بالذات، هل الجسم محتاج ده كله ابحاث وتحاليل كتيره ليس لها معنى حقيقه. لابد ان احنا نشوف ايه المرض، ايه اللي ثبت ان هو بيعالج هذا المرض. في حاجه جديده طالعه اسمها الايفيرنس بيزد ميديسن، الدليل الطبي ان ده مجدي. وحقيقة في معظم الأمراض على مستوى الإنسان كل التخصصات مش معروف سببها بالظبط. احنا بنعالج العرض في معظم حالاتنا، في معظم يعني حضرتك تقصد ان التشخيص حتى لو كان صحيح وانا ما اديش اي علاج هو بس معمول عليه بروباجندا ان هو العلاج ده عامل ضجه، وده موجود كتير او على مستوى العالم. لا، انا ادي العلاج اللي هو فعلا عامل نجاح بالظبط ومحقق نجاح بقاله كام سنه، والشركات ليها طرق ملتوية من جهة انها بتعمل مؤتمرات وتصرف على اطباء وتعمل بروموشن لاطباء ويجيب لك ابحاث ملوش حل وسيب الابحاث المضادة. ونرجع تاني لان انا ممكن اراجع نفسي والعلاج ده ما انش اكتبه. طبعا. ممكن اراجع نفسي وطريقة العمليات ده ما انش عاملها، دي موجودة كتير قوي. كنا بنعمل عمليات اتمنى ان احنا نعمل الوقت بقت محرمة. انا كنت بعملها كتير كل الجيل بتاعنا. اللي هي كان الستات اللي عندها مثلا تكيس المبيض كنا بنعمل ويتش ريسكشن نشيل جزء من المبيض. اوكي. كانوا بيسموه تقشير المبيض حاجه زي كده. اتضح ان انا بيعمل اكتر من 60% من الستات اللي بتعمل العمليه ديت بيحصل اتساقات وما عادش تنجب. فلغوا العمليه دي. اتلغت العمليه ديت. مع انها كانت ناجحه. كانت ايامها على طول ده كان يعني شغلانه. ده اللي حضرتك تقصده. لكن دلوقتي هم هذا في بعض الاطباء بيعملوه. طبعا. انا بستغرب ازاي ده معروف عالميا اتمنعت. لكن انا بنصح الساده المشاهدين عشان وقت البرنامج ضيق حاجات كده نقولها يا ريت يعمل بها. طيب قول لنا يا دكتور. اول حاجه بيعملوها ان هم ما بيشخصوش صح. يعني بتيجي المريضة متجوزة بقالها مثلا سنة وراحت للدكتور والدكتور بدأ يديها منشطات، عمل أبحاث، عمل تحليل هرمونات، تحليل كويس للزوج أكتر من مرة،
لا ما عملش، وقعد يديها بست شهور وثمان شهور. فانا بنصح الازواج ان ما جابش نتيجه المنشطات، لان كل عاد بيدي منشطات، حلو، اربع شهور اقصى حاجه، اكتر من كده انت بتدمر في المبيض، بتضيع وقتك، بتضيع المجهود، امشي صح، غير الطريق ده مش هيوصل. يعني ما خدش منشطات اكتر من اربع شهور. اكتر من اربع شهور حقيقه، ولكن ادور بقى على الحل أدور الصح. في حاجه تانية، في مشكله ولا بقى، اعمل منظار، اعمل تحليل تاني للزوج، اعمل اجسام مضاده، اعمل اشعه بالصبغه، اعمل اشعه ثلاثيه. والزوج كمان، الزوج ده مهم. أوكي. وما اعتمدش على تحليل واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ما اعتمدش على الزوج مخلف ست اولاد مثلا وجاي ان ما بخلف ست اولاد استمنع عنه الانجاب خالص، وقاعدين يعملوا ست عمليات ويبهدلوها. دي حاجه. في حاجات كتير قوي بسرعه ثانيه. الزوج، الزوج ما ينفعش يعمل ده، في نظري بقى، لان دي عملت مشاكل كتيره، الدواء مره واحده كفايه قوي. مرتين بتبدا تاثر على الدم اللي رايح للخصيه، ممكن ياثر الخصيه. وياما رجاله كتير عملت الدوالي دمرت الخصيه، حصل فيها نوع من الضمور. حكايه تسليك الحبل المانع او غيره ديت بطله، عدنا بنعمل حقن مجاري لما النتيجه ضعيفه جدا. الزوج بقى اللي بياخد علاج، زي ما انا قلت لك في تحليل ضعيف، وفي في تحليل عايزين عايز يقوي عشان يحمل طبيعي، او تعمل حقن مجهري سواء في خلايا ام ومش بتنشط، فبندي علاج. اقصى علاج للزوج ثلاث شهور، هما ثلاث شهور كفايه قوي، اكتر من كده صدقوني اكتر من كده بتاخد علاج على الفاضي، بتجهد الخصيه. انت واحد مريض، واحد فيه مشكله، اثنين يا بتدي العلاج الصح فاكتر من ثلاث شهور مش هيجيب فايده، يا بتدي علاج غلط من اول يوم مش هيجيب فايده. فكفايه قوي علاج للزوج ثلاث شهور، وبعد كده تاخد القرار الصح، يا تعمل له مثلا اطفال انابيب، يا تلقيح صناعي، حقن مجاري، يا تقول له خلاص انا مش هقدر اديك حاجه بعد كده. حلو جدا. يعني حضرتك برضو ناكد على معلومه ان للسيده منشطات مش اكتر من ثلاث شهور، وندور بعد كده لو ما حصلش حمل ايه السبب، شوف سبب. والزوج لو عنده اي مشاكل برضو العلاج ثلاث شهور، ثلاث شهور تكفي. اي حد يقول كده حاجه بعد كده يبقى ده علاج خاطئ، بيعمل انهاك للخصيه. حلو جدا. دي حاجات حديثه جدا، قبل ما نكمل دي حاجات لسه جديده جدا. قبل ما نكمل بقى حوارنا، ابارك لحضرتك وبارك لكل مشاهدينا باسكندريه على افتتاح ان شاء الله قريبا مستشفى الفا الدولي، وانا عايزاك بقى تقول لي هي ازاي عباره عن فرع من بره مصر، لان دي نقطه انا حباها جدا، وحابه ان كل الناس طبعا وكل الوطن العربي يشوفوا ان احنا وصلنا يعني موسوعه حلوه قوي من التقدم. هي فرع من بره ايطاليا وامريكا، عايزه النقطه دي بقى. هو حقيقه انا بحب التجمع، فاحنا عملنا الولايات العربيه المتحده على امل ان الدول العربيه تتحد وتبقى ولايه واحده ان شاء الله، تبقى دوله واحده. رجعت تاني لي أصدقاء في أمريكا وأصدقاء في إيطاليا، هم عاملين مستشفى اسمها ألفا الدولي، في فرع في إيطاليا وفي فرع في أمريكا، واتفقنا أن احنا نعمل الفرع الثالث هنا في اسكندرية بنفس النظام وبنفس الهيئة اللي هناك اللي عندهم، نفس الأجهزة، نفس السيستم بتاعهم هو اللي نعمله هنا، وانت تشوفه حتى نفس دلوقتي نفس التقنيات الحديثة ونفس الرولز اللي بيمشوا عليه والعمليات وكل حاجة، سيستم واحد. فاللي بيتعالج عندي في اسكندريه كانه بيتعالج في امريكا في ايطاليا. هنتبادل الزوات، انا هروح هناك نعمل عمليات انا والاستاف بتاعنا، هم هيجوا يعملوا عندنا عملياته ونظروا بعض بعض الحالات. الحالات بدل ما كانت بتسافر تروح امانه، بتروح مكان تاني عظام او مخ او اي حاجه تانية، لا ده احنا لو هو مش ممكن علاجه كده او هو بيحب العلاج بره، وديت انا ليا فيها راي تاني، لا احنا بنحضرك هنا، بنقلل عليك الوقت اللي هتقعده هناك، ونقلل عليك التكاليف، ونبقى الدكاتره هناك شايفين كل الفحوصات بتاعتك، واخدين القرار هتروح بس تعمل الانترفينشن، يعني بالظبط اكنك سافرت لتبعك. وسافر فتره بسيطه، وطبعا حضرتك هناك هيكون في عمليات الحقن المجهري، لان طبعا كل بيسال طبعا في اسكندريه عن النقطه دي ان شاء الله. لو معانا التقرير هنشوف يعني التقنيه الحديثه، وهنشوف النجاح اللي قايمه بيه مستشفى الفا الدولي، وطبعا بنبارك مره ثانيه لدكتور محمد مقبل على النجاح الكبير ده. خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه.
انترناشونال، مستشفى عالمية لعقول مصرية. ورجعنا تاني طبعا بعد ما شفنا طبعا الصرح الطبي الجميل مستشفى ألفا الدولي. ألف مبروك مرة تانية دكتور. أنا شفت الصف حوالين حضرتك ده، برضو هيكون الصف جزء منه مصر ممرضات برضو مش مصريات جوه المستشفى، والإشراف الإشراف مجموعة تلات مستشفيات، لا إشراف واحد، التلات مستشفيات على مستوى اللي هي اسكندرية التلات دول إيطالي نيويورك. طيب احنا طبعا يعني دي وجهه مشرفه لينا. قولنا بقى يا دكتور، اذا كان بقى داخل مستشفى الولايات العربيه المتحده او ان شاء الله داخل مستشفى ألفا الدولي تم عمليات الحقن المجهري بصوره ناجحه، خصوصا لو في سيده عندها تكيس مبيض، ايه مشاكل الغلط او اللي بيتبعوها او بيمشوا علاج غلط في تكيس المبيض وايه الصح؟ هو بسرعه كده احنا قلنا بندي منشطات في تكيس المبيض ما يزيدش عن 4 شهور، ممكن ادي كمان شهرين انتظار. اوكي. ما كانش بنعمل منظار، هنا المنظار لابد يتعمل بمحاذير، لان ياما جاتني بنات 25 سنه وكده واتعمل لها منظار والكوى المبيض تماما واتدمرت. هو المنظار في التكيس ما بيشيلش الاكياس لكن بيعمل دريلينج، حاجه اسمها كي او تثقيب للمبيض بشروط معينه، لو اتاكتر من كده احنا بندمر المبيض. يعني حتى احنا بنعمل، انا عموما بعمل واحده او اثنين، يعني مرة أو اتنين ولمدة 40 ثانية. أكتر من كده إحنا بدمر جزء أكبر من أبيض، دي حرارة. التدمير ده أما بيزيد عن اللزوم بيدمر البيضات. الست ممكن بعد العملية شهرين ثلاثة وما عادش عندها بيضات وانتهت. أو ممكن يحصل لها انقطاع الطمس في مثلا في سن 35 سنة. فلابد لها محاذير. هنا في بعض الناس اللي أنا بشوفها عملت منظار وراحت الدكتور تاني قال لها الدكتور اللي عمل لك ضحك عليكم ما شالش الأكياس. طبعا ما فيش حد بيشيل الأكياس. انت عايزه منظار تاني تك وقام كويها تاني، انتهت الست دي. اذا الست ما تعملش منظار كي للاكياس غير مره واحده. دي في موضوع ده في التكيس المبيض. طب لو البطانه المهاجره برضو دي من المشاكل اللي عليها كلام كتير. البطانه المهاجره العلم بيقول ثلاث طرق لعلاج البطانه المهاجره، يا تنتظر يحدث حمل وتتابع، او تدي مسكنات للست اللي مش عايزه تنجب خلاص انجبت او قبل كده، او تدي ادويه علاج طبي وديت لها حالات معينه، او انك تتدخل جراحيا. التدخل الجراحيا ده انا لا اوافق عليه اطلاقا اطلاقا، لان لما شفت انا عندي دوسيهات مليانه لبنات سنها صغير واتدمرت وما عادش تخلف خالص، وما زال برضه الاكياس اللي هي شوكولاته او بطانه رحم موجوده، مع انها عملت جراحات او مناصير او كده وفقدت خصوبتها ومع ذلك الاكياس موجوده وبتعاني الالم. انا يعني ده علاج خاطئ، ومش بس خاطئ ده كمان بيوصل لكارثه مدمر. انا اوافق على الجراحه للاكياس بتاعه بطانه الرحم او عمليه بطانه رحم في حاله واحده بس، في حاله ست انجبت وخلاص وعايزه تتخلص من الالام، اعمل اللي انت عايزه، شيل الموبايل، شيل الاكياس، رجعت الاكياس ثاني ما رجعتش، انا ما فقدتش الخصوبه، انا بنت او سيده لسه عايزه تنجب، لو سمحتي تحرمها من النعمه دي طبعا، ما تتدخليش جراحيا لا بالمنظار وغير المنظار. وانا اجيب لكم بعض صور الحالات اللي جت اللي انا شفتها مدمر المبيض بالكي. هتكون معانا طبعا الاكياس بترجع تاني، هتكون معانا في سلسله فقرات. خلاص احنا خدنا عليك ودايما هتبقى معانا ان شاء الله عشان ناخد منك المعلومه الصح. يعني احنا خلصنا كده، خلاص للاسف بقيت الحاجه كنت عايز اوعي الناس بيها ان شاء الله. الفقره الجايه ان شاء الله. خليني ابارك لك مره ثانيه على مستشفى ألفا الدولي بالاسكندريه، وبارك طبعا لكل مشاهدين برنامج الطبيب باسكندريه. كمان حابه اشكر دكتور محمد مقبل استشاري النساء والتوليد والعقم واطفال الانابيب، عضو الجمعيه البريطانيه لامراض الذكوره ودبلوم المناظير بفرنسا، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، وبشكره على وجوده معانا وخليكم